المنامات والأحلام الصراحة يعني ما فيهم نقول إنه فيهم أخطاء، لأنه ما في طريقة صحيحة أو خطأ إنه شلون الواحد يصورهم. بس هل معقول إنه سكر تشوف أمها المتوفاية بالمنام على شكل خروف بهالشكل بهالطريقة؟ يعني عن جد شي كارثي إنه صار مسلسل بطل دراما، صار كوميديا، إنه كتير بضحك. انه فهمنا روزينا لاذقاني كانت اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا لمختار، وحاببته قبل ما تعرفه قبل ما تشوفه، بس كمان عم تتخيله هو عم بيعمل لها قلوب وسلفيات ومتشو بالمنام او بالاحلام او متشو كتير هيك، يعني كتير اوفر.